أضحى العمل الخيري إحدى الركائز الأساسية للسياسة الخارجية لدولة الكويت التي عرف عنها ومنذ ما قبل استقلالها مبادرتها الإنسانية التي استهدفت مناطق عدة حول العالم. القضية الفلسطينية لم تغب عن الاهتمام الكويتي السياسي وكذلك الإنساني يوما ما، ومثلت مواقف سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بشأن القضية والتأكيد على دعمها الثابت. مثلت أحد أهم ركائز السياسة الكويتية ومواقفها الواضحة. أيها السادة، للحديث أكثر عن المواقف الإنسانية الكويتية في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته، تنضم إلينا عبر برنامج سكايب من قطاع غزة مراسلة تلفزيون دولة الكويت سعاد الإمام. سعاد، مساء الخير، كيف ترين التضامن والتحركات الكويتية نصرة للقضية الفلسطينية لا سيما في هذه الذكرى؟ سعاد، يعني في الذكرى السابعة لتسمية دولة الكويت من قبل الأمم المتحدة مركزا للعمل الإنساني، الفلسطينيون يثمنون الجهود الإنسانية الكويتية الكبيرة لدعم صمودهم بمختلف الأراضي الفلسطينية. الدعم الكويتي الإنساني يتواصل عبر العديد من المؤسسات الكويتية والجمعيات والحكومة الكويتية التي هي على رأس كافة المساعدة. نحن اليوم نقف على سبيل المثال في مبنى الولادة التابع لمستشفى الشفاء الحكومي، وهو المستشفى الأقدم والأكبر والذي يمد خدمات لنحو مليوني إنسان يعيشون في قطاع غزة. هذا المبنى الذي أتواجد به هو مبنى الولادة، تم إعادة إعماره من قبل دولة الكويت بعدما كان هذا المبنى متهالك، جدرانه تتساقط. اليوم هذا المبنى قد شيد وينتظر مراحل التأثير، ولكن البصمات الكويتية الإنسانية تتحدث عن نفسها هنا في قطاع غزة. فدولة الكويت هي الراعية دوما لأي دعم إنساني للفلسطينيين. نرى هذا الدعم خلال العدوان الإسرائيلي المتكرر على قطاع غزة. خلال العشر أعوام الماضية شهد قطاع غزة أربع حروب. وجدنا أن دولة الكويت هي دوما في طليعة المنقذين لآلاف الأسر الفلسطينية. كانت أيادي الخير الكويتية تكون متواجدة حتى أثناء القصف. الدعم الكويتي شمل ملف اللاجئين أيضا، هناك دعم كبير للاجئين الفلسطينيين على مختلف المستويات التعليمية والصحية. لا ننسى المنحة الكويتية المدعومة من الصندوق التنمية الكويتي والتي قدرت ب 200 مليون دولار وشملت العديد من إعادة بناء العديد من المرافق، من أهمها إعادة إعمار آلاف المنازل، إعادة إعمار البنى التحتية، الشوارع، إعادة بناء المستشفيات حتى المدارس، إضافة أيضا إلى أنها اهتمت بمواضيع حساسة وهامة كالمياه وكالمزارعين والعديد من المشاريع. حسب المسؤولين الفلسطينيين دوما الدعم الإنساني الكويتي يكون كبير وسريع وسخي ويتلمس الاحتياجات الدائمة للفلسطينيين ويعمل على تطوير المنشآت. وجدنا خلال العدوان الماضي بأن فزعة الأقصى كانت المنجد الأول للآلاف من الأسر الفلسطينية. فرق الهلال الأحمر الكويتي كانت متواجدة أيضا في الميدان وقت الحروب وحتى عقب انتهاء الحروب، هي أول الواصلين دوما إلى قطاع غزة. البصمات الإنسانية الكويتية منتشرة في كافة الأراضي الفلسطينية. كلما توجهنا في أي شارع أو منطقة في قطاع غزة وجدنا شارعا أو منزلا أو مدرسة أو مستوصف يحمل اسم وشعار دولة الكويت. سعاد، وإن دل ذلك فإنما يدل على العطاء الكويتي، إنها كويت الإنسانية منارة وميدان للعمل الإنساني. نعم سعاد، شكرا جزيلا لك على تجسيدك لهذه الذكرى السابعة بتسمية دولة الكويت مركز العمل الإنساني. شكرا سعاد الإمام مراسل تلفزيون دولة الكويت من قطاع غزة.